استفاد اكس فاكتور اوف ذا جيم محمد ابراهيم اللي بيستلم جايزته من المدرب فؤاد جرجس وبسرعه بياخذ مقابله سريعه مع ريان. محمد تم اختيارك استفاد اكس فاكتور بلاير اوف ذا جيم، قدرت تلعب دور كثير مهم يعني برجعه فريقك بالاخر، فشو رايك اليوم بالدور يلي لعبته بالجيم؟ هيك اذا لاحظتي اول هاف كان الفوكس على الاجانب تبعونا اكثر، بس يعني جاي لقيت طريقه تو جيت انفولد ان ذا سكند هاف اكثر، انه ما فيك تربح كل جيمات بهالطريقه، فاكزي بس على الاجانب كان يحط سكور، اللبنانيين لازم يعملوا عندك يعني 75% من الفريق اللبناني، سو قدرنا نعمل نرجع نفوت بالجو شوية خطط فوتونا أكثر بالجو، بس هو الجيم كان ديفنسفلي والحمد لله يا جاي مان بيج شوت ما فيني أقول شيء. ثانك يو. الجيم تبع المتحد صارت معنا هيك صار دورنا نربح شوي يعني عرفت كيف؟ أكلنا الشعور هذا اللي عم بحسوا فيه الشانفيل هلا. مبروك محمد.